التحية للأخ كمال ولمستمع راديو دبنجا الكريم. أولا، إصدار قرار بالعفو العام عن كل الأسرى وعن بعض الأسرى، وإسقاط عقوبة الإعدام عن مجموعات أخرى، خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح. ونحن لا نملك إلا أن نقول لمن أحسن أحسنت ولمن أساء أسأت، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضا أن تجربتنا مع النظام تقول أنه ليس بالضرورة من صدر العفو العام عنه أو من أسقط عقوبة الإعدام عنه سيسترد حريته. بالنسبة لأسرى أمدرمان، صدر العفو العام عنهم وأسقطت العقوبة وأطلق سراح نصفهم واحتفظ بالنصف الآخر في الجنازير إلى اليوم. ولذلك نحن لو ما رأينا النازل في الشارع أحرار لسه بنفتكر أنه ما نقدر نقول النازل استرد حريتهم. هذه واحدة. اثنين، القرار ما واضح انه شمل الشباب اللي اسروا في شرق دارفور، كانوا مع المرضى وهم سبعة الان موجودين في محكوم عليهم بالاعدام وموجودين في سجن الهدى. ما شمل مجموعة ابراهيم الماص، ما شمل مجموعة التوم توتو، والعدد الاكبر ما شمل الضباط اللي تم أسرهم في غوزدونغو، ويصر النظام على الاحتفاظ بهم رغم أن الأدلة متوفرة بأن النظام قد أسرهم، وعندنا ما يفيد بذلك وعند المنظمات الدولية ما يفيد بأنه تم أسرهم. فالقرار غير شامل، وأعتقد برضو أنه في أنا ما شايف في القرار شيء عن أسرى الحركة الشعبية لتحرير السودان. في جزء من أسرى الحركة تحرير السودان جناح مني، لست بمتأكد أنهم هذا كل العدد، وأيضا جزء من أسرى حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد برضو لست بمتأكد أن العدد شامل لكل أسرى الحركتين. الأهم أيضا أنه المعتقلين السياسيين ما في شيء عنهم، هل سيطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين أم لا؟ نحن نقول أنه لتهيئة المناخ، وهذا شرطنا أحد شروطنا من بداية مسألة الحوار، أن يطلق سراح جميع الأسرى والمعتقلين، نفض السجون بالتمام عشان نهيئ البيئة للحوار. وهذا عربون جدية من جانب النظام إن فعل ذلك، أنهم يسعون في اتجاه الحوار القومي الشامل، وفي اتجاه أيضا المفاوضات الجادة للوصول إلى سلام حقيقي الناس تفرح به في المستقبل القريب. لأن عايزين نقول الآن أنه القرار في الاتجاه الصحيح ولكنه غير مكتمل، في أعداد كبيرة ما مشمولة، وما ضامنين حتى الآن الناس أنهم بيستردوا حريتهم، والقوى السياسية الأخرى عندها معتقلين ما سمعنا بهم. نحن نفتكر أنه أي حكم سياسي صدر في حق أي أحد حتى إن لم ينتمي إلى الحركات المسلحة حقه يسقط هذا الحكم وكلهم يتحرروا. نفض سجوننا من السياسيين ومن لهم علاقة بالثورة المسلحة عشان نهيئ البيئة لحوار حقيقي ولمفاوضات حقيقية.